عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم زهرة تي في إسبانيا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو أحسن الأحوال إن شاء الله. مرحبا وألف مرحبا بجميع المشاركين من جميع أنحاء العالم في القناة ديالي وديالكم. الوصفة ديال اليوم عبارة عن تحلية فلان ديال الكوخادة، فلان عائلي كيجي بنين وغير مكلف. نخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. غنبداو بالمكونات وطريقة التحضير. عندي ثلاثة المعالق كبار ديال السكر، سكر حبيبات، نصف لتر ديال الكريمة اللي كنستعملوه في الحلويات، كريمة بارامونتار بالإسباني، وعندي نصف لتر ديال الحليب، وعندي كوخادة. أنا غنحتاج غير على جوج ساشيات كيكونوا فيها أربعة، غنحتاج على جوج من هادو فقط. اول حاجه غنبدا بها غادي ناخذ هاد الكوخاده. هاد الاكياس موجوده بوفره هنا في اسبانيا وكذلك حتى في الدول العربيه. غادي ناخذ القليل من الحليب بسم الله، وغادي نصبو على هاد الكوخاده بهاد الكيفيه. من الاحسن نديرو هكذا باش ما تحرقش لينا، وكنبداو نحركو فيها. كنبداو ندمجو في المكونات الحليب مع الغبره ديال الكوخاده. هاد الكيفيه هادي كتكون احسن. كنستمروا حتى ما يبقاوش عندنا هذوك الكوتال. ندمجوا ليا المكونات الحليب مع الغبره ديال الكوخاده. دابا غنحتفظ به جانبا. تناخذ كاسروله او طنجره، كنضيف السكر بسم الله، كنضيف الحليب بسم الله. ممكن انكم تضاعفوا الكميه. تنضيف الكريمه، تناخذها فوق النار، تنديرها على نار متوسطه وكنحرك. كندمج السكر مع الحليب والكريمه بهذه الكيفيه هذه. في هاد الاثناء ملي كيبان ليا الحليب بدا كيسخن، كنضيف عليه هاد الخليط وكنبقاو نحركو. كندمجو المكونات باش ما تلصقش لينا كوخاده لتحت وتحرق وتعطينا واحد المذاق خايب. دائما قبل ما تبداو فلان تعبروا المول ديالكم شحال فيه من لتر باش يكون عندنا المقادير هي هذيك، ولا ندوبلوها. وكنستمروا في التحريك باش ما تحرقش لينا وتكون نار متوسطه. كيف ما كتشوفوا الخليط ها هو تقال وطاب تماما. غادي نطفي عليه النار وغادي نحتفظ به جانبا. غناخد مول، اي مول عندنا في الدار. غادي ندهنو بزيت الزيتون او زيت المائدة من جميع الاماكن باش ما يلصقش لينا الفلان. وغادي نصب الخليط ديالي في المول غير بشوية، نوزعو على جميع الاماكن بهاد الكيفية. كيف ما كتشوفوا الكسرونة ما تحرقتش ليا هانتوما. غادي نحتفظ به حتى يبرد تماما، عاد ندير ليه البلاستيك غذائي. كيف ما كتشوفوا الفلان برد تماما، دابا غادي ندير ليه بلاستيك غذائي وغادي نحتفظ به في الثلاجة مدة ليلة كاملة او خمسة سوايع، نتوما على حساب استطاعة والوقت ديالكم. هكذا كل ما خليناه انه برد كتر سويع بزاف، كل ما كيعطينا نتيجة زوينة. غنزينو بها كاس ونص ديال التوت البري، ممكن اننا نعوضوه بالفريز
او نجمعوهم بجوج، نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال السكر حبيبات. غادي ناخذ مقله او طنجره وغادي ندير عافيه مهيله بسم الله، وغادي نصب الفواكه ديالنا، توت البري او اي فاكهه عندكم، السكر، وتنضيف الماء وتنخليهم يطيبوا على خاطرهم. هاد الكيفيه هادي، مني تيبدا يطيب كنحيدوا هاد الرغوه هادي، هاد الكشكوشه من الجوانب، وكنزولوها فيما كتبان لينا كنحيدوها، وكنستمر بهاد الكيفيه هكذا. هانتوما شوفوا هاد اللون اللي كيعطي هاد التوت البري، لون موف بنفسجي زوين، وهذا الموسم ديالو هنايا في اسبانيا. كنخليه واحد 10 دقائق طيطيب على خاطرو على عافيه مهيله، وفيما كتبان لينا هاد الرغوه كنحيدوها. الصلصه ديالنا ها هي طابت تماما، غادي نطفي عليها ونخليه يبرد، غادي نصفيه باش يتعزلوا ليا القشر ديالو على الصوص ويعطينا منظر احسن بهذه الكيفيه هذه. هذا هو القوام اللي خصنا نحصلوا عليه، هذا اللون ديالها جميل. البلان ديال الكوخ هذا انا خليته ليله كامله، غادي نديرو في صحن التقديم. ها انتم كما كتشوفوا كينزل بسهوله وما تلصقش نهائيا في المول. غادي حنا والشكل اللي بغينا، واختياريه ماشي بالشرط. هاد الكيفيه هادي انا زينته بهاد الكيفيه هادي كيف ما كتشوفوا، درت ليه غير النصف، وخديت هاد الكاس تاع التوت البري غسلته، وغادي نعمر به هاد الوسط بهاد الكيفيه. هذا هو الشكل النهائي ديال الفلان ديال الكوخ هذا. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، جربوها، تخليوها ليا في التعاليق، اشتركوا هذا الفيديو مع الأهل والأحباب والأصدقاء باش تعم الفائدة. وإلى فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله.